أيها المواطنون، أيتها المواطنات، صاحب الجلالة يخاطبكم. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، في مثل هذا اليوم من سنة 1953 اجتمعت إرادة جدنا جلالة الملك محمد الخامس ورفيقه في الكفاح والدنا جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما مع إرادة الشعب المغربي في ثورة تاريخية على رفض مخططات الاستعمار. وقد تميز هذه الثورة المجيدة بروح الوطنية الصادقة وبقيام التضحية والتضامن والوفاء من أجل حرية المغرب واستقلاله. وتاريخ المغرب حافل بهذه المواقف والأحداث الخالدة التي تشهد على التلاحم القوي بين العرش والشعب في مواجهة الثأر. وهي نفس القيم والمبادئ ونفس الالتزام والتابعات الجماعية التي أبان عنها المغاربة اليوم، خاصة في المرحلة الأولى من مواجهة وباء كوفيد-19. فقد تمكنا خلال هذه الفترة بفضل تضافر جهود الجميع من الحد من الانعكاسات الصحية لهذه الأزمة ومن تخفيف أضرارها الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار قامت الدولة بتقديم الدعم لفئات واسعة من المواطنين، وأطلقنا خطة طموحة وغير مسبوقة لإنعاش الاقتصاد ومشروعا كبيرا لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة. وإننا نؤكد على ضرورة تنزيل هذه المشاريع على الوجه المطلوب وفي الآجال المحددة. شعبي العزيز، إننا لم نكسر بعد المعركة ضد هذا الوباء رغم الجهود المبذولة. إنها فترة صعبة وغير مسبوقة بالنسبة للجميع. صحيح أنه كان يضرب بنا المثل في احترام التدابير الوقائية التي اتخذناها في النتائج الحسنة التي حققناها خلال فترة الحجر الصحي، وهو ما جعلنا نعتز بما قمنا به، وخاصة من حيث انخفاض عدد الوفيات وقلة نسبة المصابين مقارنة بالعديد من الدول. ولكن مع الأسف لاحظنا مع رفع الحجر الصحي أن عدد المصابين تضاعف بشكل غير منطقي لأسباب عديدة. فهناك من يدعي بأن هذا الوباء غير موجود، وهناك من يعتقد بأن رفع الحجر الصحي يعني انتهاء المرض. هناك عدد من الناس يتعاملون مع الوضع وبنوع من التهاون والتراخي غير مقبول. وهنا يجب التأكيد على أن هذا المرض موجود، ومن يقول عكس ذلك فهو لا يضر بنفسه فقط، وإنما يضر أيضا بعائلته وبالآخرين. ويجب التنبيه أيضا على أن بعض المرضى لا تظهر عليهم الأعراض إلا بعد 10 أيام وأكثر. إضافة إلى أن العديد من المصابين هم بدون أعراض، وهو ما يضاعف من خطر انتشار الأدوار ويتطلب الاحتياط أكثر. فهذا المرض
لا يفرق بين سكان المدن والقرى ولا بين الأطفال والشباب والمسنين. الواقع أنه نسبة كبيرة من الناس لا يحترمون التدابير الصحية الوقائية التي اتخذتها السلطات العمومية كاستعمال الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي واستعمال وسائل الضعف والتأخير. فلو كانت وسائل الوقاية غير موجودة في الأسواق أو غالية الثمن قد يمكن تفهم هذه التصرفات، ولكن الدولة حرصت على توفير هذه المواد بكثرة وبأثمان جد معقولة. كما أن الدولة قامت بدعم ثمن الكمامات وشجعت تصنيعها بالمغرب لتكون في متناول الجميع. بل إن الأمر هنا يتعلق بسلوك غير وطني ولا تضامني، لأن الوطنية تقتضي أولا الحرص على صحة وسلامة الآخرين، ولأن التضامن لا يعني الدعم المادي فقط، وإنما هو قبل كل شيء الالتزام بعدم نشر العدوى بين الناس. كما أن هذا السلوك يسير ضد جهود الدولة التي تمكنت والحمد لله من دعم العديد من الأسر التي فقدت مصدر رزقها، إلا أن هذا الدعم يمكن أن يدوم إلى ما نهاية، لأن الدولة أعطت أكثر مما لديها من وسائل وإمكانات. شبي العزيز، بموازنة مع تخفيف الحج الصحي تم اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية قصد الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الوباء، إلا أننا تفاجأنا بتزايد عدد الإصابات. فتدهور الوضع الصحي الذي وصلنا إليه اليوم مؤسف ولا يبعث على التفاؤل. ومن يقول لك شبي العزيز غير هذه الحقيقة فهو كذب. فبعد رفع الحجر الصحي تضاعف أكثر من 3 مرات عدد الإصابات المؤكدة والحالات الخطيرة وعدد الوفيات في وقت وجيز مقارنة بفترة الحجر. كما أن معدل الإصابات ضمن العاملين في القطاع الطبي ارتفع من إصابة واحدة كل يوم خلال فترة الحجر الصحي ليصل مؤخرا إلى 10 إصابات. وإذا استمرت هذه الأعداد في الارتفاع فإن اللجنة العلمية المختصة بوباء كوفيد-19 قد توصي بإعادة الحجر الصحي بل وزيادة تشديده. وإذا دعت الضرورة لاتخاذ هذا القرار صار لا قدر الله فإن انعكاساته ستكون قاسية على حياة المواطنين وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. غير قادرة على تحمل هذا الوباء مهما كانت جهود السلطات العمومية وقطاع الصحة. ولموازنة مع الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية أدعو كل القوى الوطنية للتعبئة واليقظة والانخراط في المجهود الوطني في مجال التوعية والتحسيس وتأثير المجتمع للتصدي لهذا الوباء. وهنا أود التنبيه إلى أنه بدون سلوك وطني مثالي ومسؤول من طرف الجميع لا يمكن الخروج من هذا الوضع ولا رفع تحدي محاربة هذا الوباء. شعبي العزيز، إن خطابي لك اليوم لا يعني المؤاخذة أو العتاب، وإنما هي طريقة مباشرة للتعبير لك عن تخوفي من استمرار ارتفاع الإصابات والوفيات لا قدر الله، والرجوع إلى الحجر الصحي الشامل بآثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وإننا اليوم ونحن ندخل ذكرى ثورة الملك والشعب، أننا نحن نخلد ذكرى ثورة الملك والشعب، أكثر حاجة لاستحضار أيام التضحية والتضامن والوفاء التي ميزها لتجاوز هذا الظرف والصعب. وإني واثق أن المغاربة يستطيعون رفع هذا التحدي والسير على نهج أجدادهم في الالتزام بروح الوطنية الحقة وبواجبات المواطنة الإيجابية لما فيه خير شعبنا وبلادنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مباشرة.